السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم سعدية من الصين. أنا صحفية صينية لكن لساني عربي. بحلول السنة الجديدة أتمنى لجميع الأصدقاء الصحة والسلامة والعافية، وكل عام وأنتم بخير. يتحمل العام الجديد دائما أجمل أمنيات وتطلعات الناس إلى الحياة المستقبلية. واليوم أقرأ لكم قصيدة عربية من كتابة الشاعر اللبناني بشارة رخوري، ويحمل عنوان نحن الشباب لنا الغد. نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد، شعارنا على زمان، عاش الوطن عاش الوطن. بعنا الله يوم المحن، ألواحنا بلا ثمن. يا وطني عداك الذم مثلك من يرعى ذمم، علمتنا كيف شمم وكيف يقهر الألم. نحن الشباب. السفح والجداول والحقل والسنابل، وما بنى العوائل ونحن له معاقل. الدين في قلوبنا والنور في عيوننا والحق في يبيننا والغال في جبيننا. نحن الشباب. لنا العراق والشام ومصر والبيت الحرام، نمشي على الموت زؤام، إلى الأمام إلى الأمام. نمضي ونتكل، نفنى ولا ننخذل. لنا يد والعمل، لنا غد والأمل. نحن الشباب. أقرأ هذه القصيدة من أجلك، دعنا شيء ولي.